وانت قاعد فجأة كده في امان الله، فجأة لقيت بوت موجود عندك على التليجرام، وممكن يكون ظهر بشكل كتير الايام او الفترة اللي فاتت دي. هقولك ازاي تقدر تحذف البوت بكذا طريقة. لو انت شايف بوت زي ده كده، بضغط عليه، وبعد كده بضغط عليه برضو من فوق هنا، بضغط على ال3 شورت دول واقول له ايقاف البوت. كده البوت خلاص وقف. ممكن ترجع تاني وتضغط على نفس ال3 نقط اللي موجودين فوق هنا. بعد كده بتقول له هنا حذف المحادثة، والمحادثة كده تتشال. طيب، ولنفترض مثلا ان انا عايز احذف بوت تاني، بضغط ضغطة طويلة على البوت بتاعنا، بعد كده بقول له هنا ديليت او علامة السلة اللي فوق هنا دي، بتضغط على ضغطة كده وتقول له هنا حذف المحادثة. والطريقة الثالثة انك برضو بتضغط على نفس البوت، او بتضغط عليه ضغطة كده وتقول له هنا مسح السجل، وتقول له حذف من عند فازر اوف ماني اللي هو البوت اصلا، بعد كده بتقول له حذف. بس اوعى تعمل تراجع، لان هيعمل استرجاع للمحادثة تاني، وبتضغط نفس الضغطة وتقول له حذف المحادثة. برضو نفس البوت ده بضغط عليه ضغطة كده وارجع تاني هنا واقول له مغادرة القناة. دي طريقة رابعة، تضغط على البروفايل هنا ضغطة كده، بعد كده بتضغط على ال3 شرط اللي فوق وتقول له حذف القناة. كده القناة تتحذف، وبرضه بيعد 5 ثواني وبيتم حذف القناة من فوق هنا، واتحذفت كده. لو رحنا البوت التالت ده، بتضغط عليه نفس الضغطة وتقول له هنا مغادرة القناة، وبتضغط عليها ضغطة كمان. خلي بالك انت لو عملت تراجع هنا هتعمل استرجاع للقناة من جديد. وبكده خلاص انا خلصت شرحي. اتمنى يكون الشرح عجبك. متنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. مع السلامة.